مبدئيا هبدأ مع حضرتك من ما يحدث في فلسطين، كيف ترى تطور ما يحدث في فلسطين للأسف؟ يعني لدينا طبعا نماذج سابقة لتحليل الوضع في فلسطين الآن، يعني دي الحرب الرابعة. جرت حرب قبل كده في 2008 وفي 2012 وفي 2014 ودلوقتي عندنا الحرب الرابعة في 2021. بنستخلص منها أنماط، إنه أولا إنه عادة الأزمة كانت بتتراوح ما بين أسبوع وأربعة أو خمسة تمام بأنه العملية بتبتدي من أحداث ذات طابع سياسي نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ينجم عنها أحداث عنف تنتهي إلى صدام كبير بالذات ما بين حماس وإسرائيل. وكما يعني بنشاهد أنه في تصاعد كبير في قدرات حماس والجهاد الإسلامي داخل غزة من حيث القدرة الصاروخية، يعني في الحروب الثلاث الماضية كانت القدرة الصاروخية بتبقى دايما يعني صاروخين ثلاثة عشرة. المرة دي خلال الأسبوع الماضي كان عدد الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل 3100، قدرة كبيرة. وكان في بعض صواريخ تم إطلاقها من لبنان، جنوب لبنان ومن سوريا. إسرائيل طبعا كعادتها بتعتبر أنه أي مواجهة عسكرية لابد أنها يعني تقوم باللي بيسمونه من الاستخدام الكثيف للعنف والرادع، بحيث بيبقى يختلط في التطرف استخدام القوة بعمليات تشبه التأديب للطرف الفلسطيني. فدي ده السيناريو اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هي المرحلة العنف الشديد اللي بيترك كل مرة زي المشاهد اللي حضراتكم بنعرضوها الآن. دي كلها عمارات اتعملت بعد الحرب الأخيرة، تمت بعد حرب 2014. فكما لو كانت إسرائيل بتقول ان احنا يعني سوف نسوي يعني المباني الجديدة في الأرض بحيث تحتاج تعمير جديد غزة مرة أخرى. الأمر اللي هو غائب الحقيقة في الصورة موقف القيادة الفلسطينية اللي أنا بعتبرها الحقيقية، اللي هي في رام الله، اللي هي الرئيس محمود عباس، اللي هي السلطة الوطنية الفلسطينية، اللي هي منظمة التحرير الفلسطينية. فإحنا عندنا يعني أمرين، أمر الاحتلال الإسرائيلي، العنف الإسرائيلي، الغشم الإسرائيلي، الظلم الإسرائيلي، نستطيع أن نقول الكثير في ذلك، بناء المستوطنات اللي حصل في الشيخ جراح، من محاولة يعني تهويد القدس، كل ده على جبهة. لكن على الجبهة الثانية الفلسطينية للأسف إن إحنا لدينا وحدتين سياسيتين فلسطينيتين، واحدة منهم بتأخذ قرارات للحرب والسلام منفردة، يعني لم يحدث إنه الذي أعلن مسألة إطلاق الصواريخ أو المواجهة مع إسرائيل أو دعا الشعب الفلسطيني إلى استخدام القوة المسلحة للتعامل مع الجانب الإسرائيلي جاء من السلطة الوطنية الفلسطينية. كالعادة أيضا وكل من جميع الأنماط بنجدها أن الدور المصري دائما ضرورة، لأنه يعني أيا كانت الارتباكات اللي موجودة على الجانب الفلسطيني، بل أحيانا بعض التصرفات التي تمت من جانب حماس في اتجاه مصر أثناء أحداث يعني مطلع العقد الماضي 2011 والفترة دي، رغم ذلك والأنفاق وإلى غيره تتدخل، لأن احنا اللي يهمنا في الحقيقة الشعب الفلسطيني، ده شعب شقيق، شعب مجاور، شعب اختلط دماؤه بالدماء المصرية عبر معارك طويلة مع إسرائيل، ولا يمكن أن نتركه يعني للسطوة وللعنف في إسرائيل. التدخل المصري بيكون نتيجة العلاقات اللي موجودة بين الـ بين الـ بين الـ إن مصر لها علاقات مع إسرائيل ولها علاقات مع الفلسطينيين. فالجهد المصري جزء من السيناريوهات الخاصة بهذه المواجهة على مدى الأربع حروب الماضية. مصر بتقوم بدورها المرة دي طبعا كالعادة،
وبالتالي بتقوم بعمليات يعني شحن لقدرات دولية لفرض الأمر على إسرائيل منها مع الولايات المتحدة ومنها مع فرنسا كما ذكرتي. نعم. ومنها أيضا مع بقية الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، لأنه كان في محاولة لصدور قرار من مجلس صحيح. الأمن، لكن تبين للأسف سوف يتعرض لفتوى أمريكي، وبالتالي يعني تم وقفه. لكن في دعوة أخرى عربية وإسلامية لعقد الجمعية العمومية التي لا يوجد فيها حق الفيتو للأمم المتحدة خلال فترة قصيرة قادمة. ففي جهد دبلوماسي لعزل وحصار الجانب الإسرائيلي لكي يعني يتوقف أولا أول شيء توقف عن العنف. هل تتوقع دكتور عبد المنعم؟ يعني طبعا أنا يعني لست عليما بالدقائق المفاوضات الجارية، لكن لو أخذت النمط لا أعتقد أن إسرائيل سوف تستمر لفترة، يعني قدرها ربما استمرار إسرائيل هيستوجب رد فعل طبيعي من الفلسطينيين. ما هو في رد فعل فيه، بس ابتدت عدد الصواريخ تقل عما كان عليه بداية الحرب المواجهة. لكن هو الإخوة في الجماعة الفلسطينيين دلوقتي يعني على استعداد لتقبل هم نفسهم موضوع وقف إطلاق النار، واللي هو معناها إنه هيبقى في صياغة لا علاقة بالتوقف عن موضوع الصواريخ. لكن هنا بيبقى فيه عنصر مهم معقد، إنه إيران متداخلة جدا في هذه الأزمة. يعني أولا طبعا الصواريخ إيرانية، المحاولات اللي تحدثت عنها في جنوب لبنان وفي سوريا أيضا محاولات إيرانية، في اتصالات وفي الحقيقة اتعملت بشكل علني بين السيد إسماعيل هنية وقائد كتائب القدس في إيران. إيران تستخدم القضية الفلسطينية وهذه المعركة كأحد الأوراق في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. إيران تريد أن يكون المفاوضات الإيرانية الأمريكية على موضوع واحد فقط، وهو موضوع النووي اللي كان عليه الاتفاق السابق. محاولة الولايات المتحدة لإدخال موضوع الصواريخ وإدخال موضوع التدخل الإيراني في مسارح مختلفة داخل منطقة يعني العربية ومنطقة الشرق الأوسط، يعني إيران لا تريد أن يحدث، وبالتالي بتكون ورقة يعني يطلب فيها منها التدخل لدى الفلسطينيين على سبيل المثال، أو وقف إرسال الصواريخ. ففي جزء من عملية المناورة السياسية هنا، لكن أنا عايز أقول إنه الوفد المصري الذي يدير هذه العملية يعني ربما هو أكثر وفد في تاريخ المفاوضات يعني ذو تجربة كبيرة. صحيح. وأعتقد أنه قادر جدا أنه يعني يستخلص هذا الموضوع في أقرب فرصة ممكن. تمام. دكتور عبد المنعم، بدأت مع حضرتك بما يحدث في فلسطين، شايف القمة إزاي بشكل عام ما بين رئيس السيسي وماكرون؟ أنا عايز أقول هي قمة العلاقات المصرية الفرنسية، يعني منذ ديغول في الحقيقة العلاقات بين مصر وفرنسا علاقات خاصة، يعني سواء كان يعني ديغول وبعدين شيراك وميتران، كتير معظم القادة الفرنسيين كانوا دائما على علاقة جيدة مع مصر، لكن في فترة الرئيس السيسي العلاقات المصرية الفرنسية الوثيقة أخذت نقلة نوعية. بأولا موضوع التسلح المصري اللي اعتمد على سواء في الأسلحة البحرية أو الجوية الرافعات، يعني يعتبر دي نقلة كبيرة جدا. في كنا قبل كده بناخد يعني أنواع من الميراج الفرنسية، لكن هذه الطبقات أو الأنواع الجديدة من الطائرات تمثل نقلة نوعية. أيضا العلاقات الاقتصادية قوية، العلاقات السياحة قوية، العلاقات السياسية كما ذكرت في بداية الحديث عن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، العلاقات اللي هي قايمة على تنسيق طبعا أمني وتنسيق
يعني سياسي كبير فيما يتعلق بليبيا، يتعلق بمنطقة الساحل والصحراء. فهناك يعني علاقات في الحقيقة وثيقة، رغم أنه محاولات أطراف عديدة أنها تفسد هذه العلاقة وإدخالها في موضوع حقوق الإنسان وموضوعات من هذا القبيل. صحيح. لكن نذكر الزيارة الأخيرة، الرئيس أخذ نوت فرنسي رفيع، وأعتقد أنه هذه الزيارة أولا زيارة متعددة الأغراض. الفرنسي الفرنسي الثنائي، واحد منها الآخر يتعلق بالسودان الشقيق، وده يورينا بينما الرئيس بيدافع عن السودان ويدعو لإعادة بنائه، بل يعبر عن استعداده لضمان الجانب السوداني في هذا الشأن. فعندنا وفد يقوم بعملية التفاوض في فلسطين، فهو دور إقليمي كبير. أيضا مصر هناك لكي تتعاون وتتعاون مع الإخوة الأفارقة فيما يتعلق بموضوع الديون. في المؤتمر الآخر اللي هو الرئيس هيلتقي فيه مع عدد من زعماء الأفارقة أيضا في فرنسا. نعم. فزيارة غنية جدا للغاية يعني.